أسماء الأطعمة. مرحباً بكم في مسابقة عالم دقات الساعة. صباح مليء بالنشاط. لدينا اليوم تحدي كبير بين منير فصيح وصريح. السؤال للجمهور، هل أنتم مستعدون؟ ها جميل، أما أنتم فأعتقد أنكم مستعدون جداً، أليس كذلك يا كركم؟ حسناً، مسابقة اليوم حول أسماء الأطعمة، نحتاج منافسة ممتعة، وبالنهاية سنعلن من الفائز. فلنبدأ. والسؤال الأول، ما هي الكلمة التي تطلق على طعام الدعوة؟ فمثلاً عندما ندعو أحدهم على طعام ما، فماذا نطلق على هذا الاسم من الطعام؟ ها، لدي نقطة الآن، إنه طعام المأدبة. لديك ثقة عالية يا فصيح، إجابة صحيحة، أحسنت. طعام المأدبة هو طعام الدعوة. السؤال الثاني يقول، ما هو اسم الطعام الذي يقدم عن المولود في اليوم السابع؟ العقيقة. كلاكما قلتما الإجابة في وقت واحد، وإجابتكما صحيحة 100%. العقيقة هو الطعام الذي يقدم عن المولود في اليوم السابع، حيث يقوم الناس بذبح شاة عن المولود. لكل واحد منكما نقطة. يبدو أن المسابقة فيها منافسة قوية، فيا ترى من سيكون الفائز؟ السؤال الثالث، ما هو طعام الجمع أو العرس؟ إنها الوليمة. إجابة صحيحة، وصريح يتقدم بنقطة على خصومه منير وفصيح. الوليمة هي طعام الجمع أو العرس. السؤال الرابع، ماذا نطلق على ما يذبح للضيافة؟ أعتقد أنها النقيعة. نعم يا فصيح، أحسنت صنعاً، إنها النقيعة التي تعني طعام الذبيحة للضيافة. فصيح وصريح متقدمان على منير، فهل هناك مزيد من التحدي؟ لنرى معاً. السؤال الخامس، ما الاسم الذي يطلق على الداخل على قوم في طعامهم أو شرابهم بدون دعوة؟ أتمنى أن تكون إجابتي صحيحة، وهي الواغل. السؤال الأخير والحاسم بين كل من منير، فصيح وصريح، هل أنتم مستعدون؟ هذه المسابقة لي، أراهن على فوزي. لنرى من سيفوز. حسناً، يبدو أن كركم يشعر بالحماس كذلك. السؤال يقول، ما هو اسم طعام المأتم؟ سوف أقوم بالعد للخمسة، 1، 2، 3. الوضيمة. لقد قلت. لنرى من سيكون الفائز يا منير، وأنت الفائز في مسابقة عالم دقات الساعة. الإجابة هي الوضيمة، وهي اسم طعام المأتم. مبارك الفوز يا منير، وحظا موفقا لفصيح وصريح في مسابقة أخرى، وإلى اللقاء.